السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. الدرس 13 برضو، السطر المبدوء بكلمة ممددة. يلا. ميم ضمامو مو بالشكل هذا، ما تقولش مو، لا ميم ضمامو، لا ميم ضمامو بسرعة هيك. ميم فتحة دال شدة مد، دال فتحة د ممد، دال فتحة د ممددة، تا كسرتين تن ممددة. وانتبهوا لحركة الفك، الضم ضمي والفتحة افتحي، فتحة طبعا عادية، والسكون ارجع للساكن. مد ممددتين ممددتين، طبعا وقفا حتصير ايش؟ ممددة ممددة. العرب لا تقف إلا على ساكن ولا تبدأ بساكن، فتنتبهوا لهاي النقطة في اللغة العربية. طيب، ميم ضمامو، كاف فتحة را شدة كر، را فتحة را مكر، ميم فتحة ما مكرمة، تا كسرتين تين مكرمتين، والرا هنا مفخمة. ليش؟ لأنها مشددة تشديد بالفتح. إذا مشددة تشديد بالفتح أو مشددة تشديد بالضم تفخم، إذا كانت مشددة تشديد كسر ترقق. التنتين الساكن والمتحرك. واضح؟ وطبعا الكاف بتضلها كا مش كا، مكا. انتبهوا للتفخيم والترقيق، مكا مكرا مكرمة. واضح؟ تين برضو مش تن تن تي، لا غلط، تين لتحت. انتبهوا لتوجه الصوت، 90 درجة لفوق 90 درجة لتحت، ماشي افقي، انتبه. طيب، ميم ضمامو وليس مو، انتبهوا انتبهوا، هذه اخطاء بتوقعوا فيها وانتم مش منتبهين. طا طا، حتى وانت بتهجي بتقولي طا، بتقول طا طا. طا فتحة ها شدة طه، ها فتحة ها مطه، الها بتضلها رقيقة ملهاش دعوة بالطا، مو والميم بتضلها مرققة ملهاش دعوة بال طا، مو 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 طا مو طه، الها رقيقة. خلصي خلصي المفخم المرقق وانت بتتدربي، عشان وانت بتقرأ القرآن يصير عندك سهل. را فتحة را مطهرة، تا كسرتين تن مطهرة، والوقف مطهرة. واضح؟ طيب، هنا هنلاحظ في همزة وصل جاية ما بين متحرك، وهنا لام أدغمت بالسين، اللام الشمسية أدغمت بالسين، لا هاي ولا هاي بألفظها، أنا بألفظ الواو والسين على طول. واو فتحة سين شدة وس، وهيني بقول لك واو وليس واو، واو 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 واو، تمام؟ واو واو فتحة سين شدة وس، سين فتحة س وس، واعطي زمن السين لأنه السين رخاوة. ميم فتحة ألف مد ما، همزة كسراء إي، والسماء. طيب، هنا الألف المد لما وأنا
اهجي قلت ميم فتحه الف مد ما جبت اثنين حركه، لانه هنا ما صارت ماديه فرعيه الا بمجاورتها لازم توصليها بالهمزه، فاذا ما وصلتيها بالهمزه لا تمديها زياده. راح تقول والسماء، لا غلط، ما زالت لسه اثنين حركه، لما وصلتها بالهمزه صارت عندي مد فرعي اللي هو المد الواجب، ماشي. وفي قراءة حفص 4 إلى 5 حركات، فبنقول والسماء صارت من 4 إلى 5 حركات، انت حرة. بعدين في حال الوقف حيصير عندي مد واجب ومد عارض للسكون، فانت اختاري بدك تجيبيها، اذا بدك توقفي عليها مد عارض للسكون بدك تجيبيها 6 حركات اوكي، بدك تجيبيها 4 حركات اوكي، لكن 2 حركات لا، لانه المد الواجب موجود، فالمد الواجب اقوى من المد العارض، وبالتالي هو اللي بحدد المدود اللي انا بدي اتخذها عندي، يا اما 4 يا 6 حركات، 4 5 6 توقفي على واحدة من هدول، اما انك تجيب 2 حركات لا خطأ. فهنا بنقول والسماء، وانت بتوقفي على الهمزة ارجعي الى موضع الهمزة او مخرج الهمزة اللي هو الحلق، والسماء. واضح؟ واضح ان شاء الله نكون واضح. طبعا هذه المدود واجتماع المدود مع بعض والى اخره درس طويل عريض، هينا بننوه له هنا، وان شاء الله. وانا والله بتذكر اني عملت فيديو عنه بس مش عارفه وين اختفى، ان شاء الله باذن الله ان راد ربنا بأعيد مره ثانيه اشرحه من اول وجديد. الى اللقاء، مع السلامه.